رنا قدرت تجتاز كل الاختبارات، حصلت على اعلى العلامات، ووصلت لمرحله انه هي منا لوزر ان لاف. الحمد لله. رنا برافو. ثانك يو. باول حلقتنا كنت عم بتقولي انه انت فاشله بالحب، وتبرهن الموضوع هلا من بعد ما قنعتيهم انه منك فاشله بالحب، على القليله بين هول البنات الخمسه اللي كانوا معك هلا، فشو رايك بهذا الموضوع؟ والله انصدمت، يعني ما توقعت. عم شوف سكورات عم يعلو، اكيد مغلطين، مغشوشين، بس لا شكله ايه مني فاشله، نحن جربته هالبروجرام. ليكي لنكون حقويه ايه؟ وجمهور شاهد على الموضوع، الشباب والمشاهدين، جواباتك كانوا بياخذوا العقل. صح. ثانك يو. مظبوط؟ بدنا نزقف لرنا بليز. بس هلا عندك مهمه كثير صعبه لانه انقلبوا الادوار، انت بنقطه القوه هلا. دوري، هلا انا دوري. فهلا رح تقعدي مع الشباب الاربعه. أوكي. رح تاخدي كل واحد على ديت. اوكي. طول هالديت 3 دقائق. هال3 دقائق منهم كافيين لحتى تكوني فكره عن الشاب، بس انه فيك تعرفي. فرح نبلش هلا، بدك تنقي هلا اول شاب تروحي ديت معه على البحر، مين رح يكون يا ترى؟ امير. الله، امير تعا. رنا يلا، مش نفس الطول. 3 دقائق لحتى تخلصوا من البحر. اوكي، موفقين. شو هالنهار الحلو؟ عن جد كثير حلو، شو بتخبرينا؟ هلا انا صار وقتي انا اعرف. اكيد صار وقتك انت تحكي. خدي راحتك انت بالاسئله باللي بدك اياها. عندي سؤال لك كثير مهم بالنسبه لي. شو هو؟ اذا انت كنت بعلاقه مع وحده وبالحسيت بعدين وصارت انه اللي معك شريكتك عم بتطلع مصاري اكثر منك بكثير، هيدا الشيء بياثر عليك، بتضايق، ما بتقبله، بتحس انه هانيت كرامتك او شيء او لا؟ قاعده هلا بالنسبه للمراه، يعني مش لازم انه تكون هي اللي عم تصرف على البيت او تكون عم تصرف على جوزها، هيدا الشيء انا ما بحبه، بس هي ما انا مجبوره اصلا تصرف عليه. بس اذا هي بتحب، اذا هي مرتاحه بالموضوع هيدا الشيء بيرجع لها، بس انا ما بجبرها على هيدا الشيء اللي عم تعمله. برافو، مش غلط. اوكي، وانت شو لازم تعملي بكره بالمستقبل؟ شو مفكره تعملي؟ شو رح تعملي؟ رح تسافري؟ رح تبقي هون؟ فتحت شركتين الله راد، وشو رح صير طلع مصاري كثير، بس مش هيك هذا السؤال على طول بحيرني، لانه ظاهره مع شباب من قبل كانت مشكلتهم انه انا كنت مستقله. صح، لانه الشاب بحس حاله هيك ما عنده شخصيه لما البنت تكون هي اللي عم تعمل كل شيء، هي اللي عم تدفع، هي اللي عم تجيب اغراض للبيت او عم تعمل شيء هيك. ايد بايد. اكيد بيساعدوا بعض، بيساندوا بعض، يعني منا قصه الخبريه، هيدي الحياه مشتركه يعني. مزبوط. ف ان شاء الله نكفي هالعلاقه على خير. يعني انت لابس للبحر، اقعد محلك. لابس الشتوي. رنا بدنا ننتقل هلا من البحر على الباب. اوكي، بدك تروحي تشربي كاس مع حدا، مين خرج كاس من الشباب؟ براين. براين. براين شوف شو بدك تعمل، بدك تستخرج منها كل شيء اللي بدك اياه بثلاث دقائق. موفقين. والله يا براين عندي سؤال لك كثير معطلني هم. يا عم قول شو قول بعدت الهم. اعتبر انا اصحاب مع بنت هيك كثير حلوه وسكستيه وبتغري، واجت نهار من الايام تحشرت فيك. حلو، انت شو بتعمل؟ بتخبرني او ما بتخبرني، او بتصدها وما بتقلي كلمه بتجرحني، او شو، او بتقبل؟ لا رح اقول لك شيء، بس سالتي لي هي رفيقتك. رفيقتك الانتيم يعني. لا حاجي خبرك، لانه حاقول لك هيدي البنت منا صالحه لك، اذا انا بهمني امرك فالا حكبها انا، وانت اكيد من بعدها حتكبيها، او اذا بدك تسمحيها هيدا الشيء بيرجع لك، بس بالنسبه لي انا ما برجع بتعاطى معها، لانه هي كانت عم تقرب على شيء انا بحبه وبمتلكه، انني يعني لالي لا تنزع شيء علاقه حب كرمال رفيقتها، لانه انت رفيقتها، فحشوفها شيء مش ظابط ابدا. حقول لك الك يعني، انت لحتى نحكي بالموضوع. طب انا اذا جيت وقلت لك صار في زيت الشيء، بس العكس يعني انا رفيقك تحشر فيه، بتصدقني ولا بتصدق رفيقك صديق العمر؟ سؤال حلو جدا، بلاقي الجواب من الاسئله، بحكيه وبسالك وبحكيك وبسالك.
شوف وين الجواب المناسب. بالنهاية مش فكرة شو صدق، بس أنا إنسان حقاوي، يعني وين بشوف الحق هون حأمشي معه، يعني مش لأنه رفيق أو لأنك أنت حبيبتي هيك، لا، إذا حق عليك يعني حق عليك، إذا حق علي يعني حق علي. وبالنهاية يعني بالنهاية ما حيصير شيء غير يمكن تطليعة تطليعتين، مش حالي يتحشر إنه أجي أقرب حكيكي مثلا. أنا عرض إنه أشوفه بالخفة عنك دغري، هون بتخبريني انت وساعتها انا بتصرف، هون انت ببطل لك علي اذا هيك الموضوع، مش بصدقك لك او بصدقه له. هي الموضوع انت جيتي خبرتيني له، انت هون بقلب ببطل لك علي، خلص انت عملت اللي عليك انك خبرت الشخص اللي لازم يعرف. انا هون بتصرف، بس انت برات الدعوه بتصير يعني. تمام. لكن لا هذا الموضوع كثير بعت لنا كمان انا صايره معي، بس انه هذا الشيء منيح على اتفاق، يعني هذا لانه الثقه هيك بعتها الهم، لانه هيك الثقه شيء مهم. اصحاب كتار وحلوين كتير احلى مني بمليون مره، يعني عرفت، فبضلنا عندي هذا الوسواس مع انه بثق بحالي، بس تعرف الشيطان اوقات بيلعب دوره. صح. ليكي في فرق بين واحد ما في حدا بيشبع، بس في حدا بيقتنع. يعني انا ما في رجال بيشبع، ما حدا يضحك نضحك على بعض، بس في حدا بيقتنع. انا يمكن اقتنع فيكي خلص بمشي فيها. ثانك يو براين. عم بيزهزي هالزلمه، شو عملت فيه؟ كيس قوي. هلا بدنا نطلع من جو الباب وبدنا نطلع على الجبل نعمل بيكنيك. ايه مين بدنا ناخذ بيكنيك للشباب؟ محمد. محمد خرج بيكنيك محمد لانه راسه رواق. يلا موفق بالبيكنيك، طقس حلو سيارات. كيفك؟ تمام الحمد لله. حاسس هيك في عندك شيء بدك تحكي لي اياه؟ سؤال بدي اسالك، سؤال كثير هيك مضايقني بس انه لازم اساله وخلص ارتاح بقى. تفضلي. شو يا محمد؟ اعتبر انا وياك ماشي حالنا بعدين. اوكي طيب. ان شاء الله ان شاء الله. وصار شيء جد. اوكي، معقوله انه هيك ما تقبل نكمل على طول لانه ديانتنا مختلفه عن بعض؟ ليكي انا هذا الموضوع كنت بدي احكيك بس شوي هيك مردد، وبتعرفي انت بهيدا المجتمع كثير بيحكوا بقصة الدين واختلاف الاديان، وانه ما بيصير هيدا ياخذ من هيدا وما بعرف شو، بيعملوا عليها مشاكل وعم بيصير من وراها مشاكل. بس للصراحه اذا المشكله رح توقف عندي بالنسبه لاهلي، انا مستعد انه يعني مش زعل اهلي، رح اجرب اتفاهم معهم باي طريقه لانه اختك. اوكي، نزلت الدمعه عروق. طيب هيك ما زال انت موافق وما عندك مشكله، شو رأيك يا محمد هيك نوفر على حالنا بلا ما نروح تنرضي العالم؟ على راس لساني نقعد ندفع مصاري تنرضي العالم بالعرس وبيطلعوا مش راضيين، بنتجوز زواج صغير وبنسافر بالباقي. يا عيني عليكي، هيدا الشيء اللي بدي اقول لك اياه، لانه ثلاث ارباع البنات فستان ابيض وطني وراني، واخر شيء بتجيبيهم ما حدا بيعجبه العجب. 100% نحمل حالنا بنسافر. شو رأيك فيها؟ انا قبلت. وعلى بلدين مش بلد واحد، وثلاثة كمان. طولي بالك على الجايبة. طب ثلاثة ولو ما شهر العسل هيدا، معك مصاري مره. حس في شيء ثاني بدك تحكي؟ سؤال صغير هيك بسرعه. خلينا كم ولد بنجيب؟ والله ما بنجيب اثنين ثلاثه اربعه قد ما بدنا. 11 ما نجيب لعيون، نحن احنا اللي بنجيب. تكرم عيني. اي ولو 20 قد ما بدك. لا 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 انا انت ما تتصور هيدي. ايه ما تتصور. هيك يا محمد كنت عم بتكش زلائط. ايه قد ما بدك. رنا، صار وقت هلا نروح على مطعم مرتب رومانسي على عشاء. اتركيه يدفع الحساب. ايه لطارق اكيد. ايه وقعد خليها تدفع. ايه يلا تعال خدها. معكم ثلاث دقايق تاكلوا وتخلصوا وتخبروا كل شيء وتقولوا لنا شو بيصير. بلش بدي بوسه. بدي اسالك سؤال طارق. تفضل. اعتبر انا البابا الله لا يقدر، الله لا يقدر، الله يطول بعمره، اكيد راح توفى بعد عمر طويل، وطلبت الماما مني انه تيجي تسكن معنا، بتوافق؟ فور شور، لانه هي امك. امي اكيد.
يعني ما عندك مشكلة تقعد معنا على طول؟ في العمر كله. اوف. نعم. ابدا ما عندك مشكلة؟ اكيد لا، لأنه أول شيء والدتي بغربة وهي أمك رح تكون معي موجودة، فهي حتكون أمي الثانية. يا مرحبا. اوكي. كثير منيح حكيت. اعتبر إنه إجا نهار وقلت لك عبالي آكل سي فود من إيدك. اوكي. تعملها او بتروح بتعزمني على مطعم مثل هيدا بس هيك تتغير؟ اكيد اكيد اكيد. شو بيخطر على بالك؟ مش بس سي فود، كل شيء بيخطر على بالك، كونه انا كثير بحب الطبخ وغرامي الطبخ. اصلا شفت اللي اتفقنا، لانه انا ما بعرف شيء بالمطبخ وانت بتعرف شيء بالمطبخ. نحن بس انت خلص اذا بتعملي جرافات وانا بطبخ لك بكون كثير رواق. اوكي زين، بتعلمنا؟ اذا انت على بالي. ايه؟ اكيد بتعلمنا. اوكي تمام. شوفي عندك اسئله ثانيه كمان؟ بحب راحة الراس. بعدين رحموني. بدي اعزفكم لمحلاتكم بليز. اوكي ثانك يو. شو هالرومانسي يا طارق؟ اي لاف يو. شو رنا؟ شو وضع هالديتات؟ في واحد غير لك رأيك؟ كان في واحد شاك انه بركة ما تزبط بس زبطت؟ في واحد ركب عقلك على عقله؟ في حدا جذبك؟ في حدا كنت محمد كنت فكرته مش مطاقنة من اول شيء، بس حسيته كثير لذيذ عن جد، سوبر لذيذ محمد. عظيم. امير شوي هيك شو بيقولوا بياخذ تيك. برافو، عطي مركز، عطي مركز لنفسه. براين بحس يعني هو اللي عرفت الليدي البرو البست فريند، ما عملت له، ما حطيتك بالفريند زون، ما تزعل يعني، بس بالعكس يعني بحس ما بتخلص هون، بنضلنا اصحاب. ايه اكيد. بعد في طارق، كيف كان الديت مع طارق؟ كثير رومانتك وحلو وحديثه هيك بياخذك على احلام وهيك. انت من الاول ضرب عينك عليه لطارق؟ لا هو شاب حلو، كلهم شباب حلوين يعني الصراحه، انه انا معه انا ما بكذب بحكي الصراحه مثل القمر. طيب رنا ضروري في اربعتون؟ أربعتون؟ ايه. بديك وقف حدهم كمان؟ هيك بيشتغلت كمان. طيب. رنا بديك تنقي شاب من بيناتهم هالأربعة، خلص مجبورة تنقي شاب واحد. تا تا تا. يا الله. لا ما في أعمل هيك، مصيري هيدا. طارق. طارق ورنا بدي أعزبكم بليز. توقفوا حدي. مشاهدينا هيك خلصت حلقتنا لليوم، رنا وطارق قدرنا نجمع قلوبهم مع بعضهم على امل انه يكملوا مع بعضهم برات الاستوديو. نشوفكم جمعة الجاي بنفس التوقيت. I love you. بحلقة جديدة. Thank you. باي باي. باي باي. أول ما غرمنا على الصبايا كانت رنا في شيء هيك غريب بعيونها، في لمعة، في إحساس، وبلس أول ما ثاقبت إجت عيني بعينها وكان عم يسألها إنه شو يعني الشخص اللي أنت بيلفتي، قالت لهم إنه ستيل طارق كثير حبيته وربطة شعره وخباره، فلفتتني بصراحة. الصبايا كلهم مرتبين، ما شفت منهم إلا كل خير، بس هي كانت كثير مميزة وترتفع لها القبعة بصراحة. أنا بأعجوب بقيت لآخر مرحلة للصراحة، خاصة على مرحلة الطبخ اللي أنا عن جد يعني بشوم بأمي كثير رح تستحي، بس إنه أو الجرافات اللي ما بعرفهم هول، بس مع الوقت كله بتعلموا. أنا اخترت طارق، حسيته أكثر شيء قريب على القلب لإلي، يعني كنظراته وقت أحكيه عم تسمع لي على كل حرف كل كلمة، مش إنه أوكي مهما جاوب. ولقيت فيه من أول الحلقة أصلاً قلتها، لقيت فيه كاركتير أنا بحبه، هيدا الشعر الطويل، الخاتم الكبير، ستيله عجبني كتير، شاب مثل القمر.